أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه هي عودة لاستكمال الناس والحياة وفقرة قرأت لك. فقرة قرأت لك اليوم ضيف معنا أحمد صالح موسى، وهو مدرب تنمية بشرية وتحفيز ذاتي، وهو أيضا صاحب كتاب رؤى المتميز، وهو من تأليفه الشخصي هو من تأليفه الشخصي. يس، مرحبا بك ومنورنا في قناة درمان الفضائية، وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك أستاذ أحمد، صباح الخير عليكم كلكم الأصدقاء في قناة درمان. حقيقة أول حاجة اسم الكتاب أسرار رؤى المتميز. نحن في البداية نقول يا كوتش ولا كده؟ ممكن، ما في مشكلة. طيب في البداية يا كوتش، خلينا نتكلم عن القراءة ذاتها بالنسبة لك. هل هي عادة مستمرة، ومنذ متى بدأت علاقتك مع القراءة؟ والله طبعا السؤال اللي في السودان بالذات، ونحن صغار بيمسكونا بدخلونا المدرسة، تمام؟ بس حتى القراءة هي بتختلف كيف. الزول بيقوم بيقرأ في مجال معين بحبه، بينطلق فيه وبأسس فيه، بيجيب فيه حاجات جديدة. القراءة بالنسبة لي على ما أعتقد في بداية الألفينات، يعني أنا خريج من السنة الفاتت دي سنة. بس الكتاب كانت كتابته بديتها في 2017، كانت في دولة ليبيا، كنت هناك وفي كمية من المشاكل والحاجات الحاصلة للمهاجرين، فبديت أكتب أسد الفجوة بتاعت النقص دي، اللي هو الرؤى المتميز. الرؤى المتميز ده حنجيبه بتفصيل وحنتكلم عنه، لكن يعني بس ده عارف انك معلومات اكثر يعني عن القراءه وكده، انه من الكتاب اللي قرات اليوم وعجبك طريقه كتابته قد يكون اثر فيك او اداك التحفيز يعني. حلو، ممكن دكتور ابراهيم الفقيه، لانه في مجال اشعه التنميه البصريه، بس في الفتره الاخيره بقيت دائما اميل لعلماء القرب اكثر. يعني قرات لمن يعني مثلا؟ من ضمنهم مايرز، في واحد اسمه مايرك بريجرز اللي هو اسم من عجمين العب به، وفي ابراهيم الفقيه برضه قريت له كثير جدا جدا. فبحب انه اطلع اكثر في النت، بلقى لانه اسرار الرؤى المتميز هو من مقتبسات تجارب وحاجات واقعيه انا عشتها، فعشان كده ما كنت بركز على كاتب معين او كتاب معين اقوم اقراه كده. هل عندك طقوس معينه للقراءه؟ مثلا صباحيه ومسائيه في الاوقات؟ ايوه حقيقه، الطقوس مرات فجوات انا بقوم بسدها، مثلا لما اكون زعلان او اكون فرحان شديد، او قبل شوي كنت بتكلم عن البلاقات، لما اكون في 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 وضع مثلا الوضع الاقتصادي اللي كنا عايشينه في السودان، فانا بحاول انه دائما الفجاه اسدها كيف، من ضمن انه بكون راكب في المواصلات والمواطنين دائما بيتحدثوا عن الاقتصاد وما الاقتصاد والمشاكل، وبكونوا دائما زانين وماسكين قناعات سلبيه موجوده في اسانهم، فانا كنت دائما بحب انه اقرا واستمتع واتلذذ بالحاجه دي، انسى الوضع اللي انا موجود فيه، وانا زعلان بقرا عشان انا انسى انه انا زعلان، فبقوم بكتسب حاجات ايجابيه جديده. و زي ما قلت لك في الفجوات بس بحب اقرا اكثر. طيب يعني اسلوب القراءه عندك، هل القراءه الورقيه للكتب الورقيه ام الكتب الالكترونيه اللي هي البي دي اف بسرعه؟ البي دي اف اكثر اكثر حاجه. البي دي اف ده يمكن الان متسبب في كثير من المشاكل، من ضمنها انت بتكون متزوج بتكون بتقرا، الزوجه دائما بتنظر لك نظرة انك انت بتكون بتنخص او بتهبش في الواتساب او الفيسبوك او السوشيال ميديا بصفه عامه، فبحب البي دي اف اكثر. البي دي اف هو صراحه النت بيخليك تسرح، بتمسك شيء وبيخليك بيفرعك لعده حياه انت بتكون بتشوف فيها، فاي حاجه انت بتشيل منها البيور بتقوم بتخلي الويست بتاعها، فبتقوم بتتنقل وبتشيل الحياه الايجابيه اكثر. انت شكلك عريس جديد. الحمد لله ما شاء الله لكم شهرين على ما اعتقد. ما شاء الله، ربنا ان شاء الله يجمع بيناتكم بالمحبه وبالموده. تحيه من هنا لزوجتك، ونقول لها ان شاء الله ربنا يبارك لكم يعني في زواجكم. طيب جزاك الله خير يا ابو احمد، صراحه بالنسبه للتحيه لزوجتك، هي برضو راويه مؤلفه من كتاب الحياه حلم جميل، فبتدفعني للحياه دي، بتخليني حتى انه اكتب اكثر اقرا اكثر، فهي مزاجيه جدا بالنسبه للكتابه. تمام، فواحده من الحاجات دي اللي خلتني انه انا لازم اصمم الكتاب بتاع اسرار الرؤى المتميز، فواحده من الحاجات دي كنت بكون في حاله بتاعت زهج، بتقول لي بدل ما انت تزهج حاول انك تسد الفجوه دي، زي ما تكلمت قبل شويه تحدثت قبل شويه، فاقرا اكثر عشان تقدر تصمم، وزهجك وتعبك ومضايقاتك اللي بتواجهك في حياتك، فحاول انك تسد بالفجوات دي وحتتلذذ. صراحه بحييه جدا، استمتعت بالحاجه دي الان وافادتني، وعقبالك يا احمد ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله، احنا والله بنحييها مره ثانيه. طيب خلينا نتكلم عن رؤى المتميز، من اين جاءت الفكره لاحمد صالح لكتابه مجموعه من المقتبسات كما ذكرت لي في المقدمه عن تجارب ناجحه، وما المغزى الاساسي من فكره الكتاب؟ طيب الكتاب اول ننظر لاسمه اسرار رؤى المتميز، يعني شنو اسرار؟ اسرار احمد،
احمد يكون عنده حياه عاميه وحياه عامه بتساله فيها وبجاوبك، بس بتتلذذ اكتر لما تساله عن اسراره، بيبوح لك بحاجات حلوه جدا، حاجات بتكون عميقه بتكون موجوده بداخله، لكن قدر ما انت سالته اكتر بيجيب لك وانت بتستفيد منه اكتر. ودائما الحاجات اللي فيها اسرار فيها مزايا اكبر. رؤى، كل شخص عنده رؤى معينه، وكتابي في حد ذاته عنده رؤى لقدام. المتميز الان بنسمع بكثير من الكتب اسرار النجاح، مفاتيح النجاح. فانا دائما بحب انه لما اجي اتكلم ما بحب النجاح التفوق، الحاجات دي ما بحبها. العالم ارتقى ويتجدد وفي تطور صراحه، فمن خلال قعدتي وقعدتك بيكون في حياه جديده حدثت في العالم. فاخترت التميز. النجاح ممكن تصل للحاجه اللي انت دايرها، بس تصل 200 ما معروف. انا عايز اجي قناه ام دروان الفضائيه واوصل رساله اسرار المتميز، لكن اوصل شنو بالضبط؟ الحلقه الساعه 9، اجي 9:30 ما فارقه، في النهايه انا جيت، لو حتى رجعت ما قدمت الحلقه انا جيت. ده الناس بيحتبروه في حد ذاته هو نجاح. اما التفوق انك تصل للحاجه اللي انت دايرها باقل وقت واقل جهد، بتركب المواصلات بتيجي بتصل في زمنك. وصلت رسالتك وحضرت الحلقه بتاعتك او قدمتها بالاداء اللي انت عايزه. لكن التميز بتصل في اقل وقت واقل جهد، وبتوصل رسالتك باتقان واستمراريه. لازم انك تكون شخص متميز، بتضع بصمتك الخاصه بك، بتكافح، بتناضل، بتثابر، بتصل وبتوصل وباتقان، والعمل لازم يكون مستمر. يعني انت ممكن تصل للحاجه اللي انت دايرها، لو ما استمرت الف ما فايده اصلا. طيب منو من الشخصيات العامه اللي انت وجدت فيها انها هي يمكن ان يكون لديها اسرار لم تخرج واسرار متميزه اثناء بحثك؟ يعني اثناء البحث صراحه السؤال ممتاز جدا، هو في حد ذاته سر. طيب من ضمن الشخصيات دي في واحد اسمه ليس براون، بس انا بتمنى في يوم من الايام التقي به شخصيا عن طريق الميديا، بحاول انه اتواصل معه. الفلورس بتاع انه في الفيس مليارات الكي هو الملايين، عشان تصل له ما بتلقى طريقه، فكنت بحاول انه بقدر الامكان اي لايف بيعمله انا لازم اجي اعطيه وفنه ارسل له رساله. هو حتى بيتكلم بالانجليزي، وحتى الانجليزي الانجليزي الامريكي، فبدأت اساله عن اشياء اسراره دائما بيوريني بها، لكن اسرار عامه. عامه كيف؟ بيقول لي دائما لما انا اجي بتحدث وبتكلم بقول اي ام توينز، هو توم في حد ذاته دائما بيتكلم حكايه انه ام ستيل جروينج، ام ستيل ديفلوبينج، بيتكلم عن الحاجات دي. اي دونت هاف اني كوليدج تريننج، ما عنده كليات. قال لي دي بالنسبه لي اسرار. في كومنت في مره واحده انا كنت اليوم ذاك سعيد ايما سعاده انه الشخص ده يرد لي في لايف، وهو كان الوقت ذاك في لندن. فدي بعتبرها سر في حد ذاته سر، لكن في العام اتمنى انك تقدر تفهم سير في حد ذاته سير دي وفي العام. استاذ احمد بالتاكيد يعني احمد صالح، احنا والله بنتمنى لك التوفيق في مشوارك وفي رسالتك اللي دارت تقدمها في مجال التنميه البشريه، وانت تعلم جيدا اننا في السودان نعاني ما نعاني من التنميه البشريه. ايوه، وانت تعلم ان هنالك دول نهضت باعتمادها الكلي على التنميه البشريه وعلى المدربين، وهم اصبحوا المنقذين في العصر الحالي. ايوه حقيقه ده الشيء الحاصل. يعني حتى الكتاب عنده رؤى وعنده رساله معينه، رؤاي لقدام انه احقق اكبر قدر ممكن من الايجابيه وازاحه بعض القناعات السلبيه. ما داير اقول كل القناعات السلبيه، ما عايز اعمم، خلينا اكون واقع شويه. فمن ضمن الحاجات دي رسالتي اني كيف اقدر اثر ما اغير في الناس اللي حوالي. مثلا احمد اقدر كيف اني اثر فيه في حياه ايجابيه، انه يقدر ياثر ويغير كل قناعاته السلبيه. دي من رؤى الكتاب، ورسالته عايزة تنتشر في كل أنحاء العالم، مش في السودان أو في القناة أو في الإذاعة. ليش الآن بنجي؟ أمس كنا في حلقة أو في دورة من الدورات بتاع تحليل الشخصيات. قبل الدورة دي عشان أنا مثلا أوصل رسالتي، الحكاية محتاجة زمن. ممكن في البداية الفكرة تكون مرفوضة من كمية من الناس، بس عن طريق الزمن أنا بصل للحاجة دي. فمن خلال الدورة دي أو الدورة بتاع تحليل الشخصيات، صراحة في عائلة بريجرز بحد ذاتها، عشان هي توصل الفكرة دي إن أنا أقدر أحلل شخصية أحمد بحد ذاته من خلال قعدته، من خلال الإلفة، من خلال التسريحة. أقدر أحلل شخصيته، أقدر أتواكب معه وأصنع إلفة، أقدر أوصل رسالتي اللي عايز أوصلها له، أصنع صداقة حميمة بيناتنا. ففي البداية هم وجدوا رفض كبير جدا جدا، ففات العلماء السيكولوجي أو علماء النفس بصفة عامة،
رفضوا الفكرة دي، فلحد ما هم مع مرور الزمن وصلوا رسالتهم. الآن الـ MBTI بتدرس في أكثر من 160 دورة بأكثر من 30 لغة، من ضمنها نحن الآن بنحضرها، وبأمس الغريب لما يقول أنا أمس حضرت الدورة دي. فعشان كده بقول إنه أي حاجة عايزة زمن، وتغييرنا نحن اللي عايزين نشتغل فيه الآن، أو بصفة عامة إنه التغيير اللي بيتم أو التدريب اللي بيتم في السودان، الناس بتشتغل على مستوى معين. التغيير بيتم الآن، البلاغة اللي قبل شوية بيحل الآن أو بيتحدث عنه الآن، لكن ما بيكون حل جذري. الآن أوروبا والشرق الأوسط الناس دي اتقدموا مننا ما بالفهم، نحن أيوة فهمنا صح جميل أي حاجة، بس في قيم، في معتقدات، في حاجات نحن ما قادرين ننتهي منها، وما قادرين نزيحها بطريقة إيجابية ونصل لحاجتنا. مثال بسيط، قبل شوية تحدثوا عن البيئة وما البيئة والأشياء دي، زي ما انت تحدثت انه الان معظم السودانيين اثناء الامطار والحياة دي بيعانوا من مشاكل بتاعت بيئة، من مشاكل بتاعت مصارف، حكاية انت قبل شوية تتكلم عن طوبة جات سدت وقرقت الحلة كلها وكده. فانا بقول انه الان لما اجي اتكلم عن شخص في مستويات منطقية بيتكلم عنها ناس الـ NLP وناس تحليل الشخصيات بصفة عامة، عشان انه هم يقدروا يقيروا. الان التغيير بيتم عن طريق المستويات المنطقية، هي 6 بيتم التغيير، بيجيبون فيها التغيير بالنسبة للسلوك فقط. لما انت تجي تغير سلوك احمد بس، لكن ما غيرت هويه احمد، احمد هو في حد ذاته بمعيار من هو منه اصلا، عشان انا اقدر شنو احس احساس انه انا منه او هو منه، يقدر يفهم الحاجه دي، يقدر يقيم او يقير. والتقيير من هنا بينتقل لقيمه، وقيمته شنو في حد ذاته موزع في القناه. فالتغيير بيجي عن طريق السلوك، انا ممكن اغير البيئه زي ما قلت لك، اغير انه الليله نظافه عشان نتخلص من المشاكل مثلا الذباب والحاجات اللي حاصله الليله، بس ممكن ننظف الاستوديو، لكن بكره ممكن نيجي نلقاه ثاني وسخان. هل التغيير ده دام او التغيير كان برؤيه معينه؟ فتغييرنا بيتم على مستوى السلوك، بنغير هسي ما بننظر لقدام. احنا والله يا احمد بنتمنى انه التغيير مش يكون لحظي، لانه السودان ده في النهايه يعني حلول الجذريه والتخديريه بقت ما بتنفع فيه، ومحتاجين لدوركم ايضا، والمساحات اكثر ان شاء الله حنمتد معاك فيها. لضيق الزمن احنا نعتذر لك انه ما قدرنا نسوي في جوانب كثيره جدا، لكن يعني بدورنا برضه بنشكرك على حضورك معنا الليله، وبنتمنى لك التوفيق ايضا في مسيرتك وفي كتاب اسرار ورؤى المتميز، وان شاء الله تكشف لنا اسرار كثيره. سؤال اخير، الكتاب حيكون PDF ولا حيكون نسخه ورقيه؟ سؤال جميل، وقبل السؤال، في الاسباب اقوى من الضربات اللي بتجاوب على الاسئله. الكتاب اولا صراحه لما انا احمله PDF، مثال بسيط كمان، ده مين اللي بيشتري مني الان؟ كله بيكون متوفر في في في, في عن طريق النت، عن طريق الميديا، بقوم موصله وبوصل رسالته، الناس كلها بتشيل الكتاب، بس انا داير كتاب يطلع اول حاجه على الورق. لازم الناس تتعب تاخذ المعرفه بماده. لما انا اديك له PDF ما بتديه اكثر اهميه، او ما بتهتم به اكثر، بتشيله وتخلي في التليفون. لكن لما تكون شايله وخدتيه في البيت بتجي تلاقيه كتاب اسرار والمتميز القصص، عشان كده بتقراه. ايوه يعني ما بصوره مطلقه، في النهايه في ناس كتار بيعتمدوا على القراءه PDF، بيهتموا بها جدا. ايوه صراحه مع مرور الزمن حتى بعد ذاك ارسله PDF. شكرا لك مدرب تنميه بشريه وتحفيز ذاتي الاستاذ احمد صالح موسى، شكرا لك على حضورك اليوم في فقره قراءته لك في برنامج الناس والحياه. شاكر لك كثير جدا جدا، وشاكر للقناه. بتمنى ان شاء الله لقدام الواحد يقدر يوصل رساله اكبر في زمن اكثر ان شاء الله. ان شاء الله، وصراحه محتاجين اننا نتكاتف، انا واحمد بنكمل بعض، انا والقناه بنكمل بعض، وان شاء الله حنصل للحاجه اللي دايرينها باذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شاكر لكم من الموطن ان شاء الله.